نتحدث إذن عن تصريحات عمار سعداني وكذلك الجو السياسي في هذه الأيام مع السيد محلل السياسي سيد محمد طيبي. مساءك سعيد سيدي الكريم. بداية نتحدث عن آخر نقطة تكلم عنها عمار سعداني، ماذا تريد المعارضة؟ نفس الأسئلة، نفس الانتقاد في كل مرة يعود، لكن التوقيت الآن كيف يمكن قراءة ما قاله أو ما صرح به عمار سعداني؟ نعم، حقيقة أن الفضاء الحزبي هو فضاء بالتأكيد للتعبير عن مواقف ولتسويق خطاب وأيضا لهزهزة الخصوم، وبالتالي فالأغلبية المساندة للسيد رئيس الجمهورية هي في دور الدفاع عن برنامج سيد رئيس الجمهورية، وهذا حقيقة. المعارضة الآن وكما يظهر في المشهد ولكل متابعين أحكامه، على كل حال فيما يخصني أرى أن هناك كثير من الغوغاء في ما يعتبر أحزاب المعارضة، لأن ليس كل ما يعتقد نفسه حزبا هو بالأساس حزب. الحزب هو مدرسة وهو برنامج وهو قيادات وهو أخلاق وهو توجيه للناس، وليس موقع في الفضاء العام ليخرج كل مرة ويقول كلمة وينصرف. نعم، يعني التوصيف اللي قدمه السيد سعداني في كثير من جوانبه صحيح فيما يسمى الاجتماع السياسي والحزبي في بلادنا. يبقى أن 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 هذا الوضع هو في الأساس مرتبط بالنسبة لتجديد الفكر السياسي في هذه البلاد، وخاصة الفكر الذي يحدث البدائل في المنظومة الحاكمة في بلادنا. أعتقد أن هناك تاريخ قريب، وخاصة موقف المعارضة من مشروع الدستور، وهذه قصة كبيرة يجب أن نعود إليها ونتحدث فيها، بحكم أن المعارضة تتخندق الآن. هل هي فعلا سيد محمد طيبي معارضة صالونات كما وصفها عمار سعداني، مع أنه حتى المعارضة لديها رأيها فيما يتعلق بتقديم البدائل؟ لا لا، هي أحكام سيد سعداني هي تخصه، أنا أحلل. هم السياسيون والقادة نتاع الأحزاب يستعملون أدوات الخاصة بهم، وهذه ليست أدواتي على كل حال، إنما في اعتقادي أن 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 المعارضة، عندما نتكلم عن المعارضة نتكلم على أحزاب بعينها كالأفاس مثلا وكحمس وكالأرسيدي وإلى حد وغير بك. أما البقية فلا أعتقدها، لا أصنفها في خانة الأحزاب. أعتقد أن لهؤلاء مواقف فكرية وسياسية. إذا لماذا يتم وضع المعارضة في بوتقة واحدة؟ عندما تنتقد المعارضة تنتقد بجملة، وعندما تنتقد أحزاب الموالاة بجملة. لماذا حتى الآن لم يصل السياسي الجزائري لأنه يفرق ما بين هذه الأحزاب؟ سؤال في غاية الأهمية والدقة. بصراحة المعارضة هي التي أرادت أن تجعل نفسها في شلة واحدة فتخندقت في مؤتمرها وفي تنسيقياتها، وخلطت أوراق إيديولوجياتها وأخذت مسيرا سياسيا معاديا ومقاطعا للنظام السياسي. فهذا خياراتها، ليست خيارات الأغلبية ولا خيارات سيد رئيس الجمهورية. هي اختارت هذا الموقف وهي الآن محصورة في هذا الخيار، لأنها نددت بالدستور ورفضته رفضا، وتخلت عن المشاركة في معارض الدستور في الفضاء العام. يعني من يعارض فعليه أن يعارض في الفضاء العام ولا يعارض في فنادق. على كل حال يبقى ماذا ستفعل المعارضة في حالة دستورية جديدة، دستور رفضته؟ فهي في مأزق أخلاقي أساسا، لأنها لا يمكنها أن تشتغل تحت دستور رفضته، وهي في مأزق سياسي لأن الرأي العام لا يمشي معها ولا تستطيع أن تؤثر فيه. وبالتالي اعتقادي أن خلخلة هذه الرتابة ضرورية، وإن كان أحيانا بخطاب أو باستفزاز أو بتحدي، هذا في السياسة قائم وليس جديد في الجزائر. على كل حال يبقى أن المحلل العقلاني والموضوعي عليه أن يفهم ما صار كبير، والبلد الآن تحتاج إلى 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 جبهة وطنية واسعة تمتد كثيرا لنحافظ على بلدنا. لأن البرنامج الحزبي اليوم لم يعد برنامجا تقليديا في التنمية أو في المناصب أو في المكاسب فقط، الآن في خيارات كبرى على البلد، والأحزاب تقاس قيمتها ووعيها وتأثيرها بموقفها من القضايا الكبرى المصيرية، والقضايا الأمنية في البلاد اليوم هي قضية مصيرية لا شك في ذلك. بالطبع سيد محمد طيبي المحلل السياسي، جزيل الشكر لك على هذه المداخلة. تشكرين، سلامات. شكرا لك.